بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن خلايا الدم الحمراء. هذه الخلايا تقوم بدور حيوي جدا، وأي خلل يصيبها فإن عدد من أجهزة الجسد يضطرب. هنا تأتي الحجامة لتصلح هذا الخلل من خلل التخلص من الخلايا الهرمة وتقليل عدد الكريات الحمر وفسح المجال أمامها للعمل بكفاءة أعلى. لذلك فإن الحجامة تعالج ارتفاع ضغط الدم بسبب خروج عدد كبير من الخلايا الهرمة أو الخلايا الكسولة أو المعطلة. هذا يؤدي إلى تحسين نوعية الدم وزيادة نشاط خلاياه، كذلك يؤدي إلى معالجة الضعف العام والأوعية، والله أعلم.